حللت وكشفت وعملوا لي تحليل تمام. حملة كويسة جدا اصلا، يعني حاجة كويسة جدا جدا للبلد، وفرحانين جدا ان هي في حاجة جديدة اتعملت في البلد، ودايما يا رب من خير لخير. يعني انا كنت جايب الصفرة لابني والحمد لله، يعني قالوا لك 5 ايام وتعالى خد انتاجات التحليل، والحمد لله جيت خدت التحليل طلع الحمد لله ما فيش اي حاجه، وناس بتعاملنا كويس وبيرضي ربنا. انا عملت تحليل عندكم هنا وخدت كوليسترول ضغط وقالوا تعالى السكر كويس، بس التحليل البايت كان ولا تقول على هي ده لسه ما طلعش، هيطلع 1/11. دخلت بصراحه الدكتور رحب بيا وكتب لي العلاج وكتب لي تحاليل عشان اكمل علاجي، وجيت اعطاني جزء من العلاج دلوقتي، وهعمل تحاليل وحاجه تاني ان شاء الله باذن الله.